ما قبل هذه اللحظة ليس كما بعدها. عصف انفجار المرفأ أطاح شكل بيروت كما يعرفه أهلها ومحبوها، وبرغم هول الحدث دفع الناس من دون أي تخطيط مسبق للمساعدة في تخفيف أثاره كل في مجال اختصاصه. دغري أول ما صار الانفجار أصلاً مني لحالي، من تلقاء نفسي، أنا كنت عم ساعد تحت مع الدفاع المدني ومع المسعفين ومع الكل، كنا عم نساعد معهم نحن. يعني أصلاً أي إنسان عنده حب لوطنه هو بينزل لحاله بينزل. وبعد صارت الحادثة الانفجار قررنا أن ننزل على الشارع، لأنه أكيد هذا عمل من واجبنا الإنساني. الانفجار دمر مباني بيروت وحياة أهلها في مساحة كبيرة من العاصمة. إحنا كلجان حننزل على الأرض، حيصير في كشف فني بالتعاون مع بلدية بيروت، بالتعاون مع نقابة المهندسين وهيئة العليا للإغاثة. حيكون في كشف فني على كل الأبنية، إن كانت أبنية جديدة ولا أبنية تراثية. كل الإجراءات اللي كانت عم تتخذ أو الخوف من أن يصاب الواحد من كورونا صارت وراء ظهره قدام حجم الكارثة اللي أصابت شعبنا. من كل مناطق لبنان تدفق المتطوعون فرادى وجمعيات هم المجتمع الأهلي للمشاركة في إزالة الدمار وفي الإغاثة الطبية والإنسانية وتأمين الحاجات الأساسية للناس. نحن جمعنا مساعدات عينية باستطاعتنا، يعني عقد ما فينا، وكانت الناس كلها متجاوبة معنا. نحن جايين كشبكة عكار للتنمية، منظمة محلية بعكار، جايين نساعد بأهلنا ببيروت. ساحة الشهداء في وسط بيروت تحولت إلى خلية نحل بفضل جهود الناس الذين يتقاسمون مع سكان العاصمة الحزن والغضب والألم على مصابهم، وأيضا الأمل والعزيمة على بناء هذه المدينة التاريخية مرة أخرى. منذ اللحظات الأولى للانفجار هب اللبنانيون لمساندة بيروت وأهلها. قبل وصول المساعدات الدولية وبعدها اللبنانيون منشغلون على مدار الساعة بمسح آثار الانفجار عن وجه عاصمتهم. ملك خالد، وسط بيروت، الميادين.